بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابناء الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي وجيناتيك. نكمل مع بعض الريسبيراتوري سيستم. في المحاضره الاولانيه اخذنا الكوندكتنج بورشن، وعرفنا ان الريسبيراتوري سيستم بيتكون من جزئيتين رئيسيتين. الجزئيه الاولانيه بنسميها كوندكتنج بورشن، والجزئيه الثانيه بنسميها ريسبيراتوري بورشن. وقلنا ان الفرق ما بين الاثنين ان الكوندكتنج بورشن بيعمل كوندكشن للريسبيراتوري بورشن اللي بيحصل فيه الجاز اكسشينج. يبقى اذا نفهم من كده ان الكوندكتنج بورشن ما بيحصلش فيه جاز اكسشينج الا في الظروف القاهره جدا زي اي ميوكس ممبرين ممكن يحصل فيها اكسشينج في الظروف الطارئه. لكن الريسبيراتوري بورشن ده الفانكشن بتاعته الرئيسيه هي الجاز اكسشينج. اخدنا في الكونتاكتنج بورشن النيزل كافيتي، واخدنا التراكيه والبرونكاي والبرونكيول والتيرمينال برونكيولز. ركزنا قوي في النيزل كافيتي على الالفاكتوري ايبيثيليوم، وده مهم. التراكيه كلها مهمه، والبرونكاي والبرونكيول الفرق ما بين الاثنين مهم جدا جدا كمان. والترمينال برونكيولز طبعا دي اللي احنا خلصنا بيها علشان نبدا مع بعض النهارده الريسبيراتوري بورشن. الترمينال برونكيول بتتفرع الى مجموعه من البرونكيولز، بنسميها ايه البرونكيولز الجديده دي؟ ريسبيراتوري برونكيولز. كل ريسبيراتوري برونكيول بتدي مجموعه من الداكتس او من الانابيب الرفيعه، او بنسميها الفيولار داكتس. كل الفيولار داكت بتبقى بلايند، بتنتهي بشكل بلايند، بقى خلاص خلصنا، يعني دي نهايتنا هي الالفيولار داكت. الالفيولار داكت في نهايتها بلاقي كوره كبيره خالص بسميها الفيولار ساك. لو اركز في الالفيولار ساك دي الاقيها في الحقيقه ما هياش كوره واحده، لا دي بتتكون مجموعه من الكور بسميها الفيولاي. ودي الاجنده اللي احنا هنمشي عليها النهارده. لكن في نهايه المحاضره انا مش عايزك تنسى ابدا حاجتين، الفيولار ايبيثيليوم والبلاد اير. الريسبيراتوري برونكيول ادي البرونكيال تيوب، دي طبعا التيرمينال برونكيول، بتنتهي بريسبيراتوري برونكيول. لو قلنا ان دي التيرمينال برونكس هتنتهي بمجموعه من الريسبيراتوري برونكيولز. هذه الريسبيراتوري برونكيولز بتتميز بايه؟ بان الدايمتر بتاعها بيبقى صغير قوي، يعني 0.2 ل 0.5 ملي متر في الدايمتر. الوول بتاعتها بتبقاش كومبليت. ليه؟ يعني ايه الوول؟ يعني دي كومبليت، شايف الدايره دي اهي كومبليت اهي. لكن في الريسبيراتوري برونكيول هلاقي الفيولاس اهي، شفت فتحة في الوول على طول. فلما امشي كده جوه الوول الاقيني قمت وقع في فحرة. الفحرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفيولاس فتحة في المكان ده. ليه؟ علشان ابدا عملية الريسبيريشن او الجاز اكسشينج. الوول بتاعتها بيبقى فيها سموث ماسل قليل قوي، لكن اهم ما يميزها هي الفايبرو الاستيك لاير من الكونكتيف تيشو. وطبعا كل اللانج عموما بتتميز بالفايبرو الاستيك فايبرز او ممبرينز. الحقيقه الابيثيليوم بتاعنا بيبقى كوبويدال ابيثيليوم بارشيال سيليتد، قريب قوي من التيرمينال برونكيولز. لو انت رجعت للكوندكتنج بورشن وبصيت على التيرمينال برونكيولز هتلاقي هي كمان لايند باي بارشيال سيليتد كوبويدال ابيثيليوم. الكلوراسيل كانت بتميز التيرمينال برونكيولز برضه موجوده هنا في الريسبيراتوري برونكيولز. يبقى لو دي التيرمينال برونكيول الريسبيراتوري برونكيول نازله منها، او دي التيرمينال برونكاس نازل منها التيرمينال الريسبيراتوري برونكيولز، كل ده لايند باي سمبل كوبويدال بارشيال سيليتد ابيثيليوم. وطبعا لما بقول بارشيال سيليتد يعني السيليا هتختفي وبعديها الجبلة بدأت تختفي والسيليا بدأت تبقى موجودة لوحدها. بتنتهي بإيه؟ بتنتهي بالالفيولار داكت زي ما لسه حكيين من شوية. يبقى لو قلنا دي الريسبيراتوري التيرمينال برونكاس هتنتهي بمجموعة من اتنين هم واضحين خالص ان هم الريسبيراتوري برونكيولز، واللي هينتهوا بالالفيولار داكتس. وكل الفيولار داكت هتنتهي بايه؟ هتنتهي بالالفيولار ساك. يبقى دي الفيولار ساك ودي الفيولار ساك ودي الفيولار ساك، جواها مجموعه من الالفيولاي. يبقى دي الريسبيراتوري برونكيول.
اللي هي جاية من الترمينال برونكيول وديت لي مجموعة من الالفولار ساك، دي ساك ودي ساك ودي ساك. الالفولار داكت بقى اللي احنا كنا شايفينها في الصورة دي هي دي الالفولار داكت اللي بتنتهي، اللي بيفتح فيها مجموعة من الالفولار ساكس. يبقى الالفولار داكت هي الامتداد الطبيعي للريسبيراتوري برونكيول لايند بايه؟ بسيمبل سكويموس ابيثيليوم. يبقى غير الريسبيراتوري برونكيول اللي كان لايند بايه؟ بسيمبل كوبويدال بارشال سيليت. يبقى مفيش سكويموس سيل بتبقى سيليت، عشان كده خلاص ما عادش فيه هنا لا سيليا ولا جوبلت سيل خالص، ما عادش هنا فيه ميوكس سيكريشن اساسا. فيها طبعا كونكت ديليكت لاير من الكونكتيف تيشو بالاضافه للسموث ماسل. بتنتهي بايه؟ بتنتهي بالاتريوم. هي مين الالفولار داكت اللي هيفتح فيها مجموعه من الالفولار ساك؟ نبص كده، ادي الالفولار داكت ودي الالفولار ساك ودي الالفولار ساك ودي الالفولار ساك، بيفتحوا هنا في منطقه كده اسمها الاتريوم. يبقى دي مجموعه من الالفيولاي بتمثل اجزاء من الالفولار ساك. ايه الالفولار ساك؟ دي كلاستر، يعني مجموعه من الالفيولاي ولا حاجه خالص، يعني مش استراكشر حقيقي. يعني ده الفولار ساك وده الفولار ساك وده الفولار ساك، يعني اعتبره اناتوميكال كلاسيفيكيشن، نعتبره اناتومي اكتر من نعتبره هيستولوجي. ايه بقى الالفولاس؟ الالفولاس دي اللي هي البيزك استراكشرال اند فانكشنال يونت اوف ذا لانج. النمبر بتاعنا بيبقى حوالي 300 مليون. اللانج بتاعت ده اللي بيخلي اللانج بتاعت سبونج، يعني ايه؟ يعني عدد كبير قوي قوي من الالفيولاي، وطبعا الالفيولاي دي مليانه هواء، فبيخلي اللانج بتاعتنا لو انت بصيت على اللانج بتاعت اي انيمال هتلاقيها سبونجي في الكونسيستنس. ليه؟ لان هي مليانه هواء. مين اللي مليها هواء؟ الالفيولاي، عدد كبير جدا من الالفيولاي. الدايمتر بتاعها بيبقى حوالي 200 مايكرومتر. بتفتح في ايه؟ ممكن تفتح في زي ما انت شايف كده في الالفولار داكت، ممكن تفتح في قبلها كمان في الريسبيراتوري برونكيول، ممكن تفتح في، لكن المعظم بتاعنا بيفتح في الالفولار ساك. يبقى ممكن تفتح في الالفولار ساك، ممكن تفتح في الاتريا، ممكن تفتح في الالفولار داكت، ممكن تفتح في الريسبيراتوري برونكيول. كل ده الاقي فيها مجموعه كبيره من الالفيولاي على امل ان اعمل اكبر عمليه من الجاس اكسشينج. دي لو اخدت سيكشن في الالفولار ساك، السيكشن في الالفولار ساك هيبان بالمنظر ده. هو عباره عن ايه؟ عباره عن دوائر مش كامله وساعات تبقى كامله. ليه؟ لان دي بتمثل الالفيولاي. لو انا بصيت هنا هلاقي ان هنا الدائره مش كامله، لكن ممكن الاقي هنا الدائره كامله، او هنا الاقي الدائره كامله، وهنا الاقي الدائره. كل واحده من دي بتمثل الالفيولاي. لما الاقي مكان واسع زي ده يبقى ده في الغالب يكون الالفولار داكت، وهنا ابص الاقيه برضه مكان واسع زي ده يبقى ده الالفولار داكت. الالفولار داكت بتبقى دايما برانش من الريسبيراتوري برونكيول. يبقى هنا الالفولار داكت وبرضه دي الالفولار داكت، دي الالفولار داكت ودي الالفولار داكت، الاثنين طالعين من ريسبيراتوري برونكيول. طبعا بيفتح فيها مجموعه من الالفولار ساك. الالفولار ساك اهو ده الالفولار ساك، بيفتح فيه مجموعه من الالفيولاي. يبقى الالفولار ساك دي هتفتح هنا ودي هتفتح هنا وهكذا. كل الفولار ساكس، كل مجموعه من الفولار ساكس بتفتح في 1 الفولار داكت، وكل مجموعه من الفولار داكت بتفتح في 1 ريسبيراتوري برونكيول اللي بتنتهي في التيرمينال برونكيول. الالفيولاي اللي هو مكان الاكستشينج زي ما اتفقنا لايند باي حاجه اسمها الفولار ابيثيليوم. والالفولار ابيثيليوم عباره عن تو تايبس اوف سيلز. النوع الاولاني من الخلايا زي ما انت شايف بيبقى فلات سيل، النوع الثاني بيبقى كوبويدال سيل. الفلات سيل دي بتمثل المساحه الكبيره من الالفولاس، لكن دي بتمثل المساحه الاقل من الالفولاس، يعني تقريبا 95% من الالفولاس متبطن بايه؟ بنيوموسايت تايب 1، لكن 5% بس من المساحة متبطنة بنيوموسايت تايب 2. ابص الاقي النيوموسايت تايب 1 فلات سيل، النيوموسايت تايب 2 كوبويدال سيل. دي شيء طبيعي ان فلات سيل، ان هعمل من هنا جاز اكسشينج، دي كوبويدال سيل مش هعمل من خلالها جاز اكسشينج.
لو ابص على النيوموسايت تايب 1 الاقيها مفروده على الالفيلس، لو ابص على نايب تايب 2 الاقيها بتتجمع عند الانجل اوف ذا الفيولاي، يا اما 3 مع بعض يا اما 2 مع بعض يا اما واحده لوحده، ده نيوموسايت تايب 2. لو اشوف العدد الاقي عدد مين اكتر، الاقي النيوموسايت تايب 2 اكتر من نيوموسايت تايب 1، بالرغم ان تايب 1 بتاخد مساحه اكبر، شيء طبيعي لان انا فارد السيلز بتاعتي على الالبيولاي فبتغطي مساحة كبيرة، لكن العدد بتاعها بيبقى قليل. يبقى انت تقدر تعمل جدول صغير خالص تفرق فيه، لان ده ممكن يبقى سؤال لطيف جدا في الاسبي بالذات، ايه الفرق ما بين النيوموسايت تايب 1 والنيوموسايت تايب 2. دي الالفيولار داكت، ودي مجموعة من الالفيولاي. طبعا حوالين الالفيولاي زي ما انت شايف بلاد كابيلاريز، هذه البلاد كابيلاريز هي اللي يحصل فيها الكاز اكسشينج. يبقى عندي تو تايبز اوف سيل، تايب 1 تايب 2. تايب 1 دي بيمثل 95% من السيرفس، السيكنس بتاعه فيري ثين بيبقى بالنانوميتر، ريتش امبينوسيتيك فيزيكلي عشان يحصل من خلالها الكاز اكسشينج. تايب 1 اتاتشت بحاجه اسمها تايت جانكشن علشان ما يعديش، ما تسربش جازس ما بين السيلز، لا انا عايز السيلز، انا عايز الجاز يعدي من الالفيولس على البلاد كابيلر، ما يعديش من الالفيولس على الانتر الفيولر سبيس. يبقى علشان اضمن الحكايه دي اعمل تايت جانكشن ما بين السيلز، شايف دي خليه ودي خليه، او عامل تايت جانكشن بينهم علشان اضمن ان مفيش حاجه تعدي ما بين السيلز دي وبعضها، خاصه المايكرو اورجانيزم. شايف لو في مايكرو اورجانيزم جوه الالفيلس ما يعرفش يعدي خالص ما بين السيلز، ليه؟ لوجود التايت جانكشن. الفانكشن بتاع نيوموسايت تايب 1 هو الجاز اكسشينج، سهل جدا. يبقى الكلام في الريسبيراتوري سيستم او في الريسبيراتوري بورشن سهل جدا، هنا الجاز اكسشينج يحصل من خلال النيوموسايت تايب 1. اما التايب 2، تايب 2 اتفقنا احنا في الاول ان هي بتمثل 5% من السيلز، بتمثل عدد كبير من السيلز لكن بتغطي 5% من المساحه، موجوده في جروبس ممكن 3 او 2، موجوده عند الانجل اوف ذا البيولاي زي ما اتفقنا، بتبقى راوندد ان شيب لان هي كوبويدال سيل، وطالما كوبويدال سيل يبقى اكيد هي سيكريتوري سيل. لكن ما ننساش ان في تايت جانكشن ما بينها وبين النيوموسايت تايب 1 عشان المساله ما فيش فيها هزار. الفانكشن بتاعتها ايه؟ الفانكشن بتاعتها بتفرز السيرفكتنت، علشان كده الاقي فيها لاميلر بودز. اللاميلر بودز دي عباره عن فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد لما بيتكون كما لو كان سيل ممبرين، فبيديني منظر اللاميلي فوق بعضها. وقلنا ان هي سيكريتوري جرانيولز اللي هي هتفرز لي السيرفاكتنت المهم جدا في السيرفيس تنشن، وممكن تبقى الستيم سيل بتاع التايب 1. اخر حاجه هنتكلم عليها هي البلاد اير، او اسف دي الحاجه اللي قبل الاخير، هي البلاد اير بارير. ايه هو البلاد اير بارير؟ ده الحاجز ما بين البلاد والاير، او الاير والبلاد. دي الالفيلس ودي البلاد كابيلاري. الالفيلس متصنعه من الالفيلر ابيثيليوم اللي هي نيوموسايت تايب 1، وبعدين البلاد كابيلاري متصنعه من الاندوثيليوم. السيتوبلازم بتاع نيوموسايت تايب 1 اللي هو لونه اسود، السيتوبلازم بتاع الاندوثيليوم اللي هو لونه اخضر، السيل ممبرين في الخليتين لونه اصفر. الالفيلس مليانه هواء والبلاد كابيلاري مليان بلاد، الهواء عايز يروح للبلاد او عاوز يطلع من البلاد، بيعدي منين؟ بيعدي من السيتوبلازم بتاع نيوموسايت تايب 1 والسيتوبلازم بتاع الاندوثيليوم. يبقى البلاد اير بارير بيتكون من ايه؟ من السيتوبلازم بتاع نيوموسايت تايب 1 والسيتوبلازم بتاع الاندوثيليوم. بس لاحظ معايا ان كل خليه من دي، سواء كنا بنتكلم عن النيوموسايت او بنتكلم عن الاندوثيليوم، ليها بيزل لامينه. يبقى اذا الاير علشان يعدي لازم يعدي من اربع حاجات،
اول حاجه الاندوثيل، اول حاجه لو بتكلم من ناحيه الالفيولاي هيعدي من خلال السيتوبلازم بتاع نيوموسايت تايب 1، وبعدين يلاقي البيزا اللامنه بتاعتها، وبعدين يلاقي البيزا اللامنه بتاعت الاندوثيليوم، وبعدين يعدي من خلال الاندوثيليوم. لكن علشان اخلي السكنس بتاعي فيري ثين، فربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ بيقوم عامل بيعمل فيوجن ما بين التو بيزا اللامن. يبقى اذا الاير دلوقتي او الاكسجين دلوقتي او الكربون دايكسيد هيعدي من خلال ايه؟ السيتوبلازم بتاع النيوموسايت تايب 1 فيوز دي بيزا اللامن اوف نيوموسايت اند اندوثيليوم، وبعدين يعدي من خلال اندوثيليوم يلاقي نفسه فين؟ يلاقي نفسه في البلاط. بس ما تنساش يا دكتور ان في جوه الالفيولاس حاجه اسمها سيرفكتنت مبطنه الالفيولاس من جوه. يبقى البلاد اير بارير بيكون من ايه؟ من اربع حاجات مره تانية. رقم واحد السيرفكتنت، رقم اتنين النيوموسايت، رقم تلاتة الفيوز دي بيزا اللامنة، رقم اربعة الاندوثيليوم. يبقى اذا البلاد اير بارير بيكون من ايه؟ من اربع حاجات زي ما لسه حكيين من شوية. رقم واحد السيرفكتنت، رقم اتنين نيوموسايت تايب 1، بعد كده الفيوز دي بيزا اللامن بتاع النيوموسايت تايب 1 ومعاها الاندوثيليوم، البيزا اللامن بتاع الاندوثيليوم، وبعدين اخر حاجه يعدي من خلال الاندوثيليوم. كل ده الثيكنس بتاعه 0.1 ل 1.5 مايكرومتر، فيري فيري ثين. ده البلاد اير بارير. لكن ده بيختلف على الانتر الفيولار سيستم، ما حصلش فيه جاز اكستشينج اللي هو اللي هو الفاصل ما بين الالفيولاي ما بين البلاط كابيلاريز وبعضها. يعني انا لو اشوف هنا الاقي فيه هنا الفيولاس وهنا الفيولاس، فيه هنا بلاط كابيلاري خاصه بدي وهنا بلاط كابيلاري خاصه بدي، المسافه بقى الفيري سن برده ما بين البلاط كابيلاريز دي وما بين البلاط كابيلاريز دي بسميها الانتر الفيولار سيستم. علشان كده بلاقي الانتربلر سيستم من ناحية دي فيه نيوموسايت تايب 1 ومن ناحية دي فيه نيوموسايت تايب 1، مظبوط. لكن جوه موجود فيه ايه؟ موجود فيه الريتيكولار فايبر او الريتيكولار الكابيلاريز، وموجود فيه الكونكتيف تيشو اللي هو مينلي عبارة عن ريتيكولار فايبر والاستيك فايبر. كمان كل الكونكتيف تيشو سيلز موجودة جوه السيبتم ده، خاصة الماكروفاج والماست سيل، وطبعا الفايبر بلاست اللي هي مصنعه لي كل الحاجات دي. لكن ما فيش مانع الاقي فيه ليمفوسايت لوكوسايت، كل الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو الاقيها فين؟ في الانتر الفيولار سيبتم. فين الانتر الفيولار سيبتم؟ انا ما اقدرش اشوفه، لكن هو الخط الغامق ده من الناحيه دي موجود النيوموسايت تايب 1، ومن الناحيه دي موجود النيوموسايت تايب 1 او النيوموسايت، يعني النيوموسايت مبطنه هنا ومبطنه او مغطيه هنا ومغطيه هنا، ما بين الاثنين موجود ايه؟ موجود الانتر الفيولار سيبتم. اهو دي الصوره واضحه جدا. يبقى دي الفيولاس، الفيولاس يعني نيوموسايت، ودي الفيولاس يعني نيوموسايت، ما بين الاثنين موجود الانتر الفيولار سيبتم. الالفيولار بورز دي عباره عن فتحات او اخرام موجوده جوه الالفيولاي عشان توصل الالفيولاس دي باللي جنبها ودي باللي وراها ودي باللي جنبها ودي باللي وراها وهكذا، تبقى الالفيولاي كلها كما لو كانت وحده واحده. ليه؟ علشان تعمل لي ايه؟ تو ايكوالايز الاير بريشر. لان انا لو قفلت دي، لو دي اتقفلت هيحصل هنا بريشر وهنا بريشر يوم يضغط على دي، عشان اضمن الحكايه دي اضمن ان البريشر في الالفيولاي يبقى ايكوالايزد، يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلق لنا البورز جوه الالفيولاي بالشكل ده، دي بسميها الالفيولار بورز. وزي ما انت شايف ان الالفيولار بور بيعدي منه الماكروفاج زي ما انت شايف كده، دي الالفيولار بور. يبقى دي النيوموسايت ودي تحتها البلاط كابيلار، دي هيحصل من هنا اكستشينج، لكن دي الالفيولار بور بتوصل الالفيولاس دي بالالفيولاس التانية، لكن الماكروفاج برضو بتعدي من خلال الالفولار بورز. الالفولار ماكروفاج دي بتقدر تسيب البلد كابيلاري، ودي واحدة من المونو نيوكليار فاجوسيتك سيستم اللي اتفقنا عليها في كل محاضراتنا السابقة. بتطلع من المونوسايت، بس الحقيقة هي والمونوسايت بيطلعوا من خلية واحدة،
ما بتبقاش من مش موجودة في الالفيلر وول، طبعا موجود فيها اللايسوسوم، ودي ممكن الاقيها في اللي بيفحص سبيوتم، ممكن الاقي فيه ماكروفاج كتير. الماكروفاج ممكن تاخد اسم من الاثنين، ممكن تاخد الدست سيل، ممكن تاخد الهارت فيلير سيل. الدست سيل لو كان واحد بيشتغل بتاعنا بيشتغل في الاسبستوس او بمدخن هيفي سموكر وعلى طول عمال يدخل الكربون، دخل الكربون اللنج عايزه تخلص من الكربون ده، فبتبعت الماكروفاج علشان تعمل انجالفمنت لهذا الكربون. فلما اشرح اللنج دي لاي ظرف من الظروف، سواء كنت بعمل اكسجين لتيومر او حد توفى وعايزين نشوف اللنج بتاعته، الاقيه مليان خلايا سوداء. هذه الخلايا السوداء عباره عن داست سيلز بس مليانه كربون بارتكلز. اما لو كان المريض بتاعنا بتاع هارت فيلير، عنده هارت كونجستيف هارت فيلير، فده طبعا بيبقى كرونيك. مع الكرونيك هارت فيلير بيحصل ديبوزيشن للهيموسيترين في اللنج، دي كل شويه البلاد كبلس عماله تفرقع تفرقع تفرقع، فالبلاد البلاد بيتجمع جوه الانتر الفولار سيبتم او سيبته، وبالتالي البلاد هيتحول الى هيموسيترين، هيحصل له بارشال ديجيشن. اخلص منه ازاي؟ عن طريق الماكروفاج. الماكروفاج تفضل تاكل في الهيموسيدرين لحد ما نسميها هارت فيلير سيل، يبقى مريض الهارت فيلير. لو برضو باخد منه عينة للتيومر او بعمل تشريح لللنج لأي ظرف من الظروف، الاقيه مليان سيلز. هذه السيلز مليانة هيموسيدرين، بسميها ايه السيلز دي؟ بسميها هارت فيلير سيل. يبقى الهارت فيلير سيل والداس سيل دي اسامي مختلفة للالفولار ماكروفاج، ما هيش اختراع جديد ولا حاجة. ادي الدست سيل او الهيموسيدرين سيل، وادي برضو لو كبرنا الصورة هتبقى بالمنظر ده. يبقى احنا اخدنا ايه النهاردة؟ اخدنا ايه؟ اخدنا الالفولار ايبيثيليوم، عرفنا ان هو تو تايبز، النوع الاولاني بنسميه نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2، وقلنا ان الفرق بينهم وبين بعض مهم جدا. اخدنا البلاد اير بارير وعرفنا انه بيتكون من اربع حاجات، سيرفاكتنت نيوموسايت وبعدين فيوز دي بيزل لامينا واخر حاجة الاندوثيليوم. الماكروفاج اتكلمنا عليه وعرفنا ايه الفرق ما بين الداست سيل وما بين الهارت فيلير سيل. يا رب تكون المحاضره بسيطه وسهله، وطبعا ما فيش فيها حاجه خالص، لكن ان شاء الله نتقابل مع بعض في شابتر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.